دلوقتي هنتكلم على حالتين. الحالتين دول اتنين ستات صحاب كانوا مع بعض في الفصل، الاتنين عندهم 25 سنة وعندهم شكوى كده جم مع بعض، بس الشكوى بتاعتهم مختلفة شوية. يعني الأولانية بتشتكي من إنها عندها فاجينال إتشنج في الفالفا والفاجينا، إتشنج جامد قوي، قرش مزعج يعني. وهي بتدي هيستوري انها بتستخدم اقراص مانع الحمل كومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز فور كونتراسبشن، تمام. وبتقول كمان من ضمن الهيستوري بتاعها ان هي من 10 ايام ولا اسبوعين كده كان جالها دور برد، فهي قررت انها تاخد انتيبيوتيك، فخدت انتيبيوتيك مشيت عليه اسبوع، ودلوقتي بتشتكي من الهرش ده مزعج جدا بالنسبة لها وعايزة تلاقي له حل. طبعا المنظر العام بتاع الاتشنج زائد الريسك فاكتورز، يعني احنا بتاعت مونيليزيس فالفوجينال مونيليزيس، المونيليزيس از فيفورد باي كومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز عشان الايستروجين اللي فيها ايستروجين قوي بيفيفر ديبوزيشن اوف جلايكوجين كتير في الفاجينا، وده في حد ذاته بيزود اللاكتيك اسيد، يعني بيزود الفاجينال اسيديتي. زياده الفاجينال اسيديتي دي ان فيفر اوف ذا فانجس اللي هو المونيلي، ادي وان اوف ذا ريسك فاكتورز. الريسك فاكتور الثاني اليوز بتاع الانتيبيوتيك، انه استخدام الانتيبيوتيك بيقضي او بيأثر سلبا على الفاجينال فلورا، فما بيفضلش الفانجس ويختل التوازن اللي بين الحاجات اللي هي بوسيبلي نورمالي موجوده، الاورجانيزمز اللي موجوده في الفاجينا. فهي عندها تو اوف ذا ريسك فاكتورز، جابوا لها مونيليزيس، تمام. السيمتومز في حد ذاتها واضحه، لما نعمل اكزامينيشن هنلاقي الاريا اوف ذا فالفا ريد وفيها سكراتش ماركس وبتاع مطرح الارش. اف يو سيبريت ذا ليبيا وبصيت هتلاقي بوتش بيضاء لازقه في الفاجينال وول اللي هي المونيليال فاجينالز. لو حبينا ان احنا ناكد الدياجنوزيس هناخد دروب من الفلويد ده ونفحصه، تحت هنحط عليه بتاع بوتاسيوم هيدروكسيد وتشوف تقدر ان انت يو كان فيجواليز المونيليا وبالتالي نكتب علاج. هو احنا بس the point ان احنا يعني usually we don't depend قوي على ان احنا حتى نعمل السمير، يعني انت ممكن تكتب علاج من غير السمير. العلاج ده قدامك سكه من اتنين، اما ان احنا نكتب حاجه فاجينال، علاج فاجينال زي كل حاجة، أي كلوتري مازول مثلا، حاجة one of the local imidazole derivatives ده 5 grams daily على حسب بقى، في يعني عادة بيتاخد 3 أيام استخدام موضعي لمدة 3 أيام. وممكن نكتب لها برضو على كريم شبهه بس معاه ستيرويدز علشان يستخدم على الفالفا ويدي رابيد ريليف للإتشنج الشديد اللي موجود. ممكن تضيف كمان حاجه فاجينال دوش يغير يقلل شويه الفاجينال اسيديتي، يعني الكلاين فاجينال دوش يقلل شويه من الفاجينال اسيديتي. وعشان نطمن عليها هناخد منها فاميلي هيستوري اذا كان في حد في عائلتها عنده سكر ولا حاجه، وممكن نطلب لها بلاد شوجر او جلايكيتد هيموجلوبين تدينا فكره عن مستوى السكر في الدم الشهرين اللي فاتوا. بس القصه سهله وبسيطه. لو عايز تدي علاج ما يكونش فيه اي حاجه استخدام لوكال، ممكن بقى ساعتها ندي فلوكونازول. الفلوكونازول ده كبسولات بتتاخد بالفم، العلبه بيبقى فيها كبسولتين والجرعه هي 150 مللي جرام سنجل دوز اورال، سنجل اورال دوز 150 مللي بتاخده مره واحده بالفم وانتهينا على كده. امال ليه بيبيعوا العلبه فيها اتنين؟ عشان اولا ممكن يستخدم استخدامات اخرى مش بالضروره فاجينال مونيليزيس، هي دي الجرعه بتاعت الفاجينال مونيليزيس، انما ممكن يبقى له استخدامات اخرى. بس الكبسوله الثانيه احنا برضو هنلجا لها، لان هم لما طلعوا الدواء ده لقوا انه الكيور ريتس بتتحسن جدا لما الست ترجع تاخد واحده ثانيه بعد فتره تتراوح من اسبوع الى اسبوعين. يعني هي هتاخد الكبسوله وهتخف وخلاص، لكن في حوالي مثلا 12% منهم بيرجع لهم تاني. لو احنا بقى خليناها تاخد الكبسوله الثانيه دي بعد فتره من اسبوع الى اسبوعين من الاولانيه حتى لو ما كانش عندها سيمبتومز، واحنا المفروض ننبه على البيشنت بكده، يعني نقول لها هتلاقي العلبه فيها اثنين، تاخدي واحده دلوقتي وخلي الثانيه تاخديها بعد 10 ايام او اسبوعين. ليه الثانيه؟ ما المفروض تكون خفت الثانيه عشان بتقلل جدا فرص انه يحصل لها ريكرنس من الفنجر.
انفكشن. ما بعده بقى احنا كنا قلنا في الاول انه في اثنين عندهم 25 سنه وصحاب الثانيه بقى جت دخلت بعدها بس بتشتكي من حاجه مختلفه. بتشتكي من ديسبارونيا يعني بين مع الانتركورس وانه في ديسشارج ريحته كده مضايقاها او ريحته وحشه. اوفنسيف ديسشارج. في ريحه وحشه. طب عندك هرش؟ لا مش مفيش هرش قوي يعني. تمام؟ المنظر ده طبعا الديسبارونيا دي سببها الانفلاميشن في الفاجينا، فلما يبقى في انفلامد فاجينا هتدي بين وذ انتركورس. الست اللي عندها اوفنسيف ديسشارج لما تفحصها تشوف الديسشارج ده بعينك هتلاقي الديسشارج ده لونه يلوش وله ريحه وحشه كده، ده تيبيكال بتاع التراكوبونز فاجينالز. التراكوبونز فاجينالز ده بيتنقل بسكشولي ترانسميتد وممكن يتنقل بحاجات بقى ثانيه يعني زي استخدام فوطه مش نظيفه، حمام مش نظيف، حاجه كده. بس لو عايز ممكن تاخد عينه من الفلويد ده وتفحصه وتبص عليه هتلاقي البروتوزون. هو ده بقى مش فنجس، ده بروتوزون، والبروتوزون ده از موتايل. موتيلتي حاجه مميزه له، بس عشان هو يتحرك لازم تحط عليه ورم سلاين تدفيه شويه فتستيميليت الموتيلتي وبالتالي تقدر تشوفه. والعلاج بتاعه سهل جدا، بروتوزوا بتتعالج، ده بيتعالج بميترونيدازول. الميترونيدازول ده في صوره اقراص وفي منه لوكال. في اقراص بتتاخد بالفم، حاجه من اتنين، اما تلات اقراص 250 يعني 750 في اليوم لمده 10 ايام، واما 500 مرتين في اليوم يعني 1000 في اليوم لمده 7 ايام، جرعتين متشابهتين. هو 7 ايام او 10 ايام، هو بس الفكره في حاجه ان الدواء الميترونيدازول مزعج شويه يعني بيعمل جاستريك اريتيشن وميتاليك تيست، دواء مش لطيف يعني. بس هو لازم هتاخده. في حاجة تانية برضو ده افيلبل في صورة فاجينال باسيليز، يعني في فاجينال باسيليز من الميترونيدازول ممكن، بس الفاجينال باسيليز مالهاش أفضل حاجة لأنه ممكن كمان يبقى موجود في اليورينري تراكت، يعني يفضل إن هو يتعالج أورال. بس الست هتضطر تستحمل شوية الأعراض الجانبية بتاعة الدواء. هو اللي عندك بقى يعني معاه بعض الصعوبة أكتر شوية هو جوزها، ان جوزها كمان لازم ياخد العلاج. هو ممكن يكون هي اتعادت من جوزها وممكن تكون ما اتعادتش من جوزها، اتعادت من حمام مش نظيف مثلا ولا من استخدام فوطه في مكان عام حاجه كده، ولكن هي هتعدي جوزها يعني هما هيفضلوا هما الاثنين يعدوا بعض. اتس سيكشوالي ترانسميتد ديزيز او من ضمن الطرق الترانسميشن بتاعه كده، فمفروض ان الزوج كمان ياخد العلاج نفس العلاج الاورال ده فور ا ويك اور 10 دايز. هتقابلنا شويه صعوبه في ان انت تقنعه ان واحد لسه ما اشتكاش من حاجه هياخد دواء مقرف ومزعج لمده 10 ايام ولا اسبوع، بس هو يعني لازم يحصل كده، وهنبذل شويه مجهود عشان نفهمهم كده بدل ما نفضل كل شويه الانفكشن يتنقل من حد فيهم للتاني. That's all about these two cases. وبعد شويه هنتكلم على حالتين تانيين او حاله كده.